كيف وين وشلون صورت صور زواجكم تحت المويه. فقررت اني اجمع كل الفيديوز اللي عندي وراء الكواليس عشان اعيشكم الجو معانا. اوكي شكله بعد بصير خير. وهذا انا. هذا الموقع مو طبيعي، حرصت اصور عنده احلى من 1000 كوشه. طبعا هذا المنظر اللي كان فاضطر يشيلني عليه. لحظة لحظة شوفوا بالضبط كذا المنظر، اضطر يشيلني عشان ما يتبلل شعري وما اتبلل من فوق. حطوا في بالكم في وزني ووزن الفستان، فلما اجي اطلع اموت واحيا، بس لما ارقى فوق لازم احد يساعدني يرفعني عشان اقدر اتنفس.